أردنا الخميس صحيح، وبحب أطلطل على بعض أصحاب الفكر والقلم والناس اللي دائما بيساعدونا بفكر فيه من الحكمة وفيه من الصدق وفيه من الوطنية، ما هو إحنا بحاجة جدا إله في مثل هذه الأيام الصعبة. الأستاذ دكتور يعقوب ناصر الدين، رئيس مجلس إدارة جامعة الشرق الأوسط، والكاتب اللي دائما بتحفنا أسبوعيا بكتاباته في الغد. صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور هاني، شو أخبارك؟ والله الحمد لله، الله يسعدك. محتاجين نسمع كل أصوات الحكمة وأصوات الصدق والأصوات اللي بتعبر عن وطنية حقيقية دكتور يعقوب، وهم كثر في البلد أمام قلة قاعدة بتخرب. حتى وإن كان هناك في أخطاء زي ما حكى سيدنا، وهناك في أسباب بتأدي بنا إلى الحديث عن الإصلاح، كان سيدنا امبارح بحكي المضي بجرأة وقوة في الإصلاح الإداري والصحة أولوية. كيف بتشوف الظرف اللي احنا بنمر فيه على الصعيد الوبائي؟ أنت واحد من أكثر الناس بيحكوا عن فهمك للحوكمة، بتحاول تعبر عنه بأكثر من طريق، كيف ترى الوضع الراهن؟ الله يا أخي، الوضع الراهن هو ليس فقط محلي. نعم، زي ما حضرتك والمستمعين الكرام بيعرفوا، العالم كله قاعد بمر بأزمة طبيعة الحال وبائية، وصار لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية وسياسية. هاي انت شايف اللي بيحصل يعني بالعالم كله، وإحنا جزء من هذا العالم. نعم، أنا بعتقد أنه كما تفضلت بدي يعني أستخدم كلمة الحكمة اللي أنت يعني، نعم، من الحكمة بمكان أنه إحنا نقيم وضعنا الداخلي وما نرهق الدولة في أكثر من ما هي مرهقة فيه بصراحة. نعم، يعني إحنا بنشتغل قاعدين على شؤوننا المحلية الداخلية، لكن الدولة بتشتغل على أمورها الإقليمية والتداعيات الدولية وكل ما قاعد بيحصل في العالم من تغيرات سريعة جدا. نعم، فيمكن إحنا المطلوب منا إنه إحنا نتعاون مع الدولة، نتعاون مع الحكومة، وكلنا بنعرف الحل دكتور هاني. نعم، يعني كلنا بنعرف الحل. الحل هو التباعد، الحل هو التعاون في تطبيق أوامر الدفاع اللي هي أنا كتبت عنها الأسبوع. أوامر الدفاع عن النفس، هي الدفاع عن النفس. نعم، هي دفاع عنك نفسك يعني. نعم نعم، هي ليس يعني قرارات حكومية فوقية مثل ما فسرها البعض البسطاء يعني. نعم، هو قاعد بيحمي المجموعة، بيحمي المجتمع كله. فأنا بقول إنه لازم نروق شوي ونعطي الحكومة فرصة إنها تشتغل. ما في حلول لمحة بصر، كله بده شغل، كله بده تعب. صحيح. بعدين ما حدا قادر يعرف بكرة إيش بدي يصير يا دكتور هاني. يعني ما نحمل الحكومة أكثر مما تحتمل. القانون على الحكومة هو أخوي وأخوك. نعم، وابن طبعا، وابن عمك، يعني مش ناس مستوردين يعني. طبعا. هناك على الصعيد الآخر دكتور يعقوب، من ينفخ في النار وبحاول بس يثير فتنة، بحاول حتى احنا اكثر ناس بننتقد بالمناسبة، لكن بننتقد من اجل بناء ومن اجل اصلاح زي ما سيدنا دائما بأمر، لكن الوضع الحالي فيما يتعلق فعلا بأصوات قاعدة من الخارج بتهجم على البلد، من الداخل بتثير فتن، مشهد ايضا يستحق مزيد من الحكم. هذول كله يا دكتور حاني. نعم، ولازم إخواننا المواطنين هدول كله، هدول ناس يعني قاعدين بمارسوا مراهقة اجتماعية ومراهقة سياسية. إحنا ما بيصير ننجر وراهم لا من قريب ولا من بعيد، وكل واحد يتحمل مسؤولية بيته، كل واحد يتحمل مسؤولية مؤسسته، والدولة الحقيقة مش مقصرة. نعم، يعني قاعدة بتعمل كل ما تستطيع. يعني هذا وباء، يعني مش شيء بإيد وزير الصحة ولا وزير ولا دولة الرئيس. نعم، بإيدهم. نعم، هذا وباء عانم وطامم على العالم كله يعني. صحيح. فإحنا لازم نتعاون ولازم نتفهم ولازم نتعايش مع الوضع بهدوء، لأنه الضجة والأصوات العالية ما إلها لزوم، بتربك المشهد العام على الفاضي وما في نتيجة بالآخر.
صحيح، زي ما بتقول احد يعني منال الطراوني واحده من عديد من المشاهدين المستمعين المشاهدين على صفحاتنا ايضا بتقول فعلا كلام رائع للدكتور. شكرا لك استاذنا العفو الدكتور استاذ، يعقوب ناصر الدين، رئيس مجلس اداره، رئيس مجلس امناء جامعه الشرق الاوسط. العفو يا سيدي، والله يعطيك العافيه دكتور شكرا. هاني، ويكثر من امثالك الايجابيين اللي قاعدين بروح بثوا الروح الايجابيه شكرا دكتور، والحب للوطن والانتماء له والدفاع عنه. كل الشكر والتقدير، دائما معكم وسط البلد مع هاني البدري.